بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن موضوع التفريق بين الضاء والضاد من المواضيع المهمة، وذلك لأن هنالك الكثير من الكلمات عند كتابتها بحرف الضاد تعطي معنى مخالفا تماما عن نفس الكلمة التي كتبها بالحرف الضاء. وللتوضيح فيما يلي بعض الأمثلة. بسم الله، أول من الكلمات هي حظ بمعنى نصيب، وحظ بمعنى حث وحرض، وغيظ بمعنى غضب، وغيظ بمعنى غار واختفى من الماء في الأرض، ظن بمعنى اعتقد، وظن بمعنى بخل، والنظر بمعنى الرؤية البصرية، والنظر بمعنى حسن الهيئة، وحضر بمعنى عكس الغائب، حضر يعني حضر الطلاب أو حضر المعلم أو المدرس وهكذا، وحظر بمعنى منع، أي يعني تكتب حظر التجوال بالضاء وليست بالضاد. وكثير منا مما لا شك فيه يكتب حظر الطلاب حظر بالضاء وليست بالضاد، وهي يعني كلمة خاطئة بمعنى منع إذا كتبت بالضاء. وفض بمعنى اخترق وغليظ الطبع، أخرق وغليظ الطبع عفوا، وفض بمعنى فكك وفتح، اللفظ بمعنى الفض بمعنى المرأة الخرقاء وغليظ الطبع، والفضة بمعنى المعدن المعروف. ولأجل التفريق بين الضاد والضاء عليك اتباع ما يلي. هنالك ثلاث خطوات للتفريق إن شاء الله بين الضاد والضاء. الخطوة الأولى إن شاء الله أن في اللغة العربية 93 كلمة تكتب بحرف الضاء، وما سواها فتكتب بحرف الضاد، ومنها غريب، أي غريب لا نستعمله في وقتنا الحاضر. فمن أشهر هذه الأشهر وأما الكلمات التي نستعملها في وقتنا الحاضر هي 32 كلمة تكتب بالضاء، وما عداها تكتب بالضاد. منها الحظ بمعنى النصيب، والحفظ بمعنى وهو ضد النسيان، حفظ الشيء أي حفظ الشيء في الذاكرة أي ضد النسيان، والحضر وهو المنع مثل ما أسلفنا سابقا، والحظوة وهي الرفع والظلم، والظليم وهو ذكر النعام، والظبي وهو الغزال، والضبة وهي طرف السيف، والضعن وهو السفر بالنساء، والظرف والظريف، والظن والظل، والظفر وهو ضد الخيبة، والظهر والظماء، والكظم واللحظ واللفظ والنظم والنظافة والنظر والعظم والعظيم والعضل والغيظ والفظاظة والفظاعة والتقريض والمواظبة والوظيفة واليقظة. أي هذه الكلمات هي التي نستخدمها نستعملها دائما في كلامنا
في كلامنا أو حتى في كتابة الكتب الرسمية وغير الرسمية، وهذه الكلمات هي يعني هي الأكثر تداولا في وقتنا الحاضر. أما بقية الكلمات فهي يعني لا نستخدمها أصلا، وهي غريبة على لهجتنا في الوقت الحاضر. هذه الطريقة الأولى، وهي عبارة عن حفظ هذه الكلمات التي هي 32 كلمة. بحفظ هذه الكلمات تستطيع تجنب الخطأ في كتابة الكلمة بالضاد والضاء. أما الطريقة الثانية هي أي كلمة تبدأ بأحد هذه الأحرف، فيمكنك التفريق بينها وبين الضاد والضاء، وهي الألف والتاء والثاء والذال والزاي والطاء والصاد والضاد والسين. أي أن هذه الكلمات التي إذا ابتدأت الكلمة بأحد هذه الأحرف لا يوجد فيها حرف ضاء بتاتا، أي لا نذكر فيها حرف الضاء بتاتا، أي هذه الأحرف مختصة بالضاد فقط. فهذه الطريقة يعني من وجهة نظري أسهل طريقة من الطرق الثلاثة. أما الطريقة الثالثة وهي معرفة مخرج اللسان، من معرفة مخرج اللسان، من المعروف أن للحروف مخارج من الفم، فبعضها في أقصى الحلق وبعضها في مقدمة الحلق وبعضها بين الشفتين. أما الحرفين الضاد والضاء لهما مخرجين خاصين بهما، أي لكل حرف مخرج وطريقة اللسان وطريقة موضع اللسان داخل الفم. فبهذا الموضع يكون مخرج صوت الحرف لكل حرف من اللغة العربية. أما في حرفين الضاد والضاء لهما مخرجان خاصان. ومن أجل تبسيط الصورة، حاول تدريب لسانك بنطق كلمة ضعيف ضعيف، أعدها مرارا وتكرارا ضعيف. لاحظ أن لسانك إذا وجدت أنه قد يكون تحت أسنانك ولا يظهر بين شفتيك، فهنا الحرف الضاد ضعيف ضعيف. أعد تكرارها مرارا وتكرارا، ستعود لسانك بالتفريق بين الضاد والضاء عن طريق المخرج. فبتدريب لسانك وبكثرة لفظ الضاد والضاء وذكر الكثير من الكلمات بحرف الضاد أو بحرف الضاء، فبهذه الطريقة تعود لسانك على النطق السليم للضاد والضاء. أنطق كلمة ظرف ظرف. لاحظ أن لسانك سوف تجد أنه تلقائيا يخرج بين شفتيك بشكل قليل. إذن الكلمة التي تنطقها وتشعر أن لسانك في حال نطق الحرف المشكوك فيه خرج إلى شفتيك فهو حرف الضاء. وإذا شعرت بأنك تجد لسانك تحت أسنانك تلقائيا فهو حرف الضاد. وهذه يعني هذه الطرق الثلاثة من الممكن أن تيسر معرفة التفريق بين الضاد والضاء. فأما الطرق أخرى فلا توجد طريقة يعني طريقة أسلم وأصح من هذه الطرق. فبعض الأشخاص تجد لديهم سليقة
في لفظ الضاد والظاء بلا تعلم، وذلك لأن ذلك لأنهم يعني يمتلكون سليقة لغوية خاصة تمكنهم من معرفة التفريق بين الضاد والظاء من غير تعلم كما قلنا، وهي سليقة يعني بالفطرة، بفطرة الإنسان. فبهذه الطرق الثلاثة إن شاء الله يمكنكم التفريق بين الضاد والظاء إن شاء الله. لدينا اليوم إن شاء الله أكثر من محور في هذه المحاضرة إن شاء الله. فالموضوع الثاني إن شاء الله وهي موضوع علامات الترقيم، ما أعرف إذا ظاهر عندكم. هل يظهر لديكم ملف علامات الترقيم؟ تمام. تمام. المحور الثاني إن شاء الله من محاضرة اليوم في سلامة اللغة العربية وهي علامات الترقيم أو الترفيد. الترقيم أو الترفيد في اللغة هو نظام من الحركات والعلامات التي تستعمل في تنظيم الكتابة، أي تستعمل هذه الرموز أو العلامات للتوضيح معنى المراد من الكلام، وتستخدم هذه العلامات كما نعلم تستعمل هذه العلامات في الكتابة فقط، أي لا نحتاج إليها في نطقها عند الكلام. فعند الكلام نعرف صيغة الكلام من نبرة الصوت، أي مثال عن ذلك: كيف حالك؟ بهذه النبرة نفهم أن المراد من هذا الكلام هو السؤال. فمما شك أن ليست اللغة العربية فقط تستعمل هذه الرموز أو العلامات، فجميع اللغات هي تستعمل هذه العلامات كما قلنا لمعرفة المراد من الكلام، أي الكتابة. ومن علامات الترقيم هي الفاصلة، هنا كما تلاحظون في الجدول الأول هو علامات الترقيم، علامة الترقيم ومواضعها وأمثلة عنها. أرجو أن يكون يعني هذا الجدول يعني بشكل واضح ومبسط. بسم الله. الفاصلة وهي توضع بين جمل منفصلة المعنى، هذه موضع أول. الموضع الثاني من الفاصلة بين أقسام الشيء الواحد، وبعد اللفظ المنادى بين القسم وجوابه قبل كلمة مثل. وهذه أمثلة عن هذه التقسيمات لاستعمال الفاصلة، مثل: قلب المؤمن طاهر،
هذه توضع الفاصلة هنا. ومن المعلوم أن توضع الفاصلة ولا يوجد بين الكلمة والفاصلة، أي لا توجد بين قبل الفاصلة فراغ، فالفراغ يأتي بعد الفاصلة وليست قبل الفاصلة، وهذا خطأ يقع فيه الكثير من الناس، يضعون فراغا قبل الفاصلة، فعند كتابتها يظهر خاصة في كتابة الوورد يضع خطا تحت الكلمة التي فيها علامة ترقيم وقبل العلامة فراغ، فهذا خطأ. الفراغ يأتي بعد علامة الترقيم وليست قبلها. فهذه الأمثال هي أركان الصلاة. ها انظروا هنا أركان الصلاة نقطتان، هاي النقطتان رأسيتان سنأتي إن شاء الله ذكرها. تكبيرة الإحرام، هنا فاصلة، هنا اكتمل المعنى، تكبيرة الإحرام والقيام. وهنا عن صيغة المنادى يا علي، هنا اكتمل المعنى وجاءت بصيغة المنادى. هنا الفاصلة، استذكر دروسك وهكذا. أما الفاصلة المنقوطة وهي بهذا الشكل، فاصلة وتحتها نقطة، هنا توضع بين جملتين الثانية منهما سبب للأولى. كيف ذلك؟ نوضحه إن شاء الله في هذا المثال. استذكر دروسي، وهذه الفاصلة المنقوطة طلبا للنجاح، فهذا الجملة الثانية هي السبب للجملة الأولى. العلامة الثالثة وهي علامة الاستفهام، وكما معلوم أنها توضع في نهاية جملة الاستفهام. مثال ذلك، متى استذكرت دروسك؟ والعلامة الأخرى علامة التأثر أو التعجب، أو الأشهر هي التعجب، علامة التعجب، بهذه الطريقة ترسم علامة التعجب، توضع في نهاية الجملة التعجبية أو المعبرة عن فرح، ليست فقط أن الجملة التعجبية، هي توضع في الجملة التعجبية في نهاية الجملة التعجبية، أو في التعبير عن الفرح أو الحزن أو الاستغاثة أو الدعاء. مثال ذلك، ما أجمل الإيمان وحسرته، هنا للتعجب كما نلاحظ، وهنا وحسرته، هنا للحزن، وهنا النار وهي للاستغاثة. العلامة الأخرى وهي علامة النقطة بهذا الشكل، النقطة توضع في نهاية الفقرة أو الجملة التامة. الدين النصيحة، هذه جملة تامة المعنى، واضحة المعنى، فتوضع في نهاية الجملة التامة المعنى أو الفقرة التامة المعنى. النقطتان الرأسيتان توضع بعد القول قال تعالى بهذا الشكل، قال تعالى قل هو الله أحد، وبعد التمثيل، بعد التمثيل أي بعد كلمة مثلا، وتوضع هذه النقطتان.
هذه العبارة وبعد الشيء وأقسامه. كيف الشيء وأقسامه؟ مثل أركان الإسلام، أركان الإسلام خمسة، فهذه توضع نقطتان أي بين الشيء، هذا هو الشيء وهذه أقسام الشيء، نقطتان، أولا الشهادة وهكذا. الشرطة، وهذا شكلها الشرطة بين العدد والمعدود، توضع بين العدد والمعدود أي بعد الأرقام. مثال ذلك أقسام الكلام ثلاثة، أولا وهذا توضع علامة الشرطة، أولا الاسم، ثانيا الفعل، ثالثا حرف. هذه الشرطة توضع بين الرقم العدد والمعدود، هذا العدد وهذا المعدود، فتوضع بين العدد والمعدود. الشرطتان قبل الجملة المعترضة وبعدها، ماذا نقصد بذلك؟ تغمده الله برحمته، أو مثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، توضع صلى الله عليه وسلم بين قوسين أو بين شرطتين. هذه الجملة تسمى جملة اعتراضية. أما القوسان توضع بينهما كلمة أو جملة تفسر الكلمة الغامضة سابقتها، أو الأرقام الواقعة وسط الكلام. ماذا نقصد بذلك؟ نوضحها في مثال: الذهب الأسود النفط، مقصود يعني أي فسرت النفط ماذا تعني كلمة جملة النفط الذهب الأسود، وهكذا. جملة تفسيرية توضع بين الجمل التفسيرية، وهنا تدربنا في الواحدة، هنا توضع رقم واحد. لماذا وضعناها بين قوسين؟ لأنها وقعت في وسط الكلام، لا يجوز استخدام الشرطة في هذا الموضع. تستخدم الشرطة كما أسلفنا هنا عند بداية السطر بين العدد والمعدود، فهنا توضع الرقم الواقع بين الواقع في وسط الجملة، توضع بين قوسان. أما العلامة الأخرى، علامات التنصيب، وبهذا هنا عند نقل تستعمل هذه العلامة في كثير من الأحيان، تستعمل في البحوث العلمية، أي متى توضع نقل مباشر للنص، أي دون التعديل فيه، نقل النص كما هو، فتوضع بين علامات التنصيص. أما علامة الحذف، وهذه توضع هنا بهذا الشكل، ثلاث نقاط. لا توجد في علامات الترقيم نقطتان يعني بشكل أفقي، لا أقصد بشكل عمودي، بشكل أفقي لا توجد علامات الترقيم نقطتان، توجد نقطة أو ثلاث نقاط. هنا توضح مكان الكلام المحذوف في نهاية الجملة. فمثلا أما أنت، فتوضع ثلاث نقاط، فأحسنت صنعا.
هنا هذه الثلاث نقاط دلت على أنه على أن الكلام يوجد في هذه الجملة من الجمل التي تأتي بعدها، وتم حذفها لسبب أننا يعني لا يعني أن الكلام المحذوف لا نحتاجه في كلامنا. فدلت هذه الثلاث نقاط على أن الكلام محذوف منه. فما يعنينا هنا أما أنت فأحسنت صنعا. فالكلام الذي بين هذه الجملتين لا نحتاجه، فنضع ثلاث نقاط. هذه الثلاث نقاط تدل على أن الكلام محذوف منه. خط مائل تستعمل الخط المائل للفصل أو المقارنة بين عناصر مختلفة أو الاختبار المتعدد بينهم، الفصل بين أقسام التاريخ. كيف نوضحها في هذا المثال؟ قارن بين خط الرقعة وخط النسخ. فهنا نضع علامة الخط المائل للتفريق بين بين مقارنتين أو جملتين، وبين أقسام التاريخ نضعها أيضا مثال 13-1990 عفوا. وهنا توضع الخط المائل بين التواريخ، وتوضع أيضا بين التواريخ في الأرقام الإنجليزية توضع شرطة أيضا، نستخدم شرطة وليس شرطتان، شرطة توضع يستخدموها أيضا في كتابة التاريخ. هذه بشكل مختصر علامات الترقيم ومواضعها وأمثلة عنها. إن شاء الله امتحان التحريري لسلامة اللغة العربية نأتي بالأسئلة إن شاء الله من ضمن تكون الإجابة من ضمن هذه الأمثلة. فاعتمدوا كثيرا على هذا الجدول التوضيحي لعلامات الترقيم إن شاء الله. بما أنه هنالك متسع من الوقت في محاضرة اليوم إن شاء الله، نأخذ موضوعا ثالثا إن شاء الله، وهو الموضوع الأخير في هذا اليوم إن شاء الله، وهو موضوع بسيط وسهل، لكن الكثير منا قد يخطأ في كتابة أو لا يعرف، لا يفرق بين التاء والهاء. فهذه المحاضرة إن شاء الله نوضح بقاعدة بسيطة وسهلة إن شاء الله كيفية التمييز بين الهاء والتاء، ونقصد الهاء التي تكون في نهاية الكلمة. نبدأ بسم الله. إن من أكثر الأخطاء التي يلاحظها القارئ عندما يقرأ مقالة أو موضوع، أكان في الحاسوب أو في موقع آخر، فهي عدم التمييز بين الهاء المربوطة والتاء المربوطة، وهذه الهاء وهذه التاء. فالتاء المربوطة هذا شكله،
وهي التي ترفض هاء عند الوقف، أي عند الوقف في الكلام ترفض هاء، وترفض تاء عند الوصل. مثال توضيحي مثل مكة، مكة المكرمة، مكة المكرمة. فإذا وقفت على كلمة، على كل كلمة ستجدها هاء، مكة مكة، هنا تلفظ هاء، لأن تلفظ هاء في الوقف، لأن لفظة مكة هي تلفظ بهذا الشكل لأنها في موضع وقف، مكة المكرمة، فتلفظ في هذه. إذا فصلنا أو لفظنا كل كلمة مستقلة عن الأخرى تلفظ التاء المربوطة تلفظ هاء بهذا الشكل، أما إذا وصلت الكلمتين مع بعضهما تنطق تاء، مكة المكرمة، فلفظت مكة المكرمة، مكة تول هنا تاء، لفظت تاء عند الوصل، أما عند الوقف تلفظ هاء. أما الهاء المربوطة وهي تلفظ هاء في الوصل والوقف، الهاء تلفظ هاء لا يتغير لفظها، سواء كان الكلام، سواء كانت الكلمة في الوصل أم الوقف. من قواعد معرفة التمييز بين التاء والهاء هنا تنوين الكلمة، ألحق الكلمة بتنوين ضم، أي ضع للكلمة التي إذا كنت لا تعرف التمييز بين التاء والهاء، ضع للكلمة تنوينا، سواء تنوين ضم أو كسر أو فتح. فإذا ظهرت التاء أثناء النطق فهي تكتب تاء مربوطة، وإلا فإذا لم تظهر تاء في اللفظ عند وضع تنوين فهي هاء، مثل مكتبة، بعد التنوين تصبح مكتبة. يعني أعلم أن هذه ليست بالكلمة الصحيحة، فجئنا بهذه الكلمة للتوضيح فقط. مكتبة، هنا مكتبة لفظت تاء، فهي إذن تاء مربوطة. أو جباه، بعد التنوين جباهن، هنا لفظت هاء، جباهن. هل وضحت الصورة؟ هنا بعض الكلمات توضع فيها، تأتي فيها التاء مربوطة، وهي الصفات المؤنثة دائما تختم بالتاء المربوطة، مثل جميلة، رقيقة، طويلة، مبدعة، قصيرة، وهكذا، والكثير من الصفات المؤنثة. الهاء دائما تكون في محل الضمير، أي توضع الهاء، هي الهاء للضمير، مثل له، منه، عليه، كتابه، قلمه، فيه، وهكذا. متى نستخدم التاء المربوطة؟ أسماء الأعلام المؤنثة مثل عائشة وفاطمة تكتب بالتاء المربوطة. الاسم المؤنث وهو ليس بعلم، مثل سبورة، أي اسم ليس بعلم، ليس يعني أي ليس يطلق ل ل ل
كيف أي ليس اسم مؤنث وليس بعلم. العلم هي أسماء الأشخاص كما نعلم. فسبورة اسم مؤنث، وكيف نعرف أنه اسم مؤنث؟ هذه سبورة عند وضع هذه أو هذا نميز بين الأشياء الغير حية، نميزها أنها مذكر أو مؤنث. فهذه سبورة تكتب التاء. متى نستخدم الهاء المربوطة؟ غالبا نستخدم الهاء المربوطة، الهاء الضمير الذي يكون للغائب. فنجد الهاء هنا تتصل بالاسم والحرف والفعل أيضا، مثل كتابه. هنا كتابه، هنا الهاء للضمير الغائب، قلمه وعلمه. أو نقول علمه الدرس أو أفهمه الحق. هنا للأفعال. أما في الحروف نقول له، هذا حرف اللام، جار هنا جار ومجرور، هنا نضع الهاء فيها، له وعنه وبه ومنه. هنا تكون الهاء جزء لا يتجزأ من الكلمة، أي هي أي حرف الهاء هو من أصل الكلمة وليست مضافة للكلمة. وهي فقه وسفه وله. ففقه لا نستطيع حذف الهاء ولا، لأنه من أصل الكلمة. فلفظه الفقيه والسفيه حاشاكم. فهذه إن شاء الله، هذه الثلاث مواضيع هي من مواضيع سلامة اللغة العربية إن شاء الله، وهي إن شاء الله داخلة في الامتحان. إن شاء الله سأقوم بإرسال هذه المحاضرات الثلاثة إن شاء الله في المحاضرة القادمة إن شاء الله. بالنسبة للامتحان، النهائي إن شاء الله، قلنا يوم سيكون إن شاء الله يوم الأربعاء الموافق 24/5 24/6 2020 إن شاء الله.